ماذا سجلت ساعات هذا النهار من تطورات في ريف القصير أيضا؟ تتهاوى المجموعات المسلحة في قرى القصير بريف حمص بسرعة، وخصوصا بعد سيطرة القوات المسلحة على مدينة القصير الاستراتيجية. ومع بزوغ فجر اليوم سيطر الجيش السوري على المسعودية والصالحية، وبعد تشديد الجيش السوري الطوق على المسلحين في البويضة الشرقية وتكبيدهم خسائر كبيرة، فروا منها سيرا على الأقدام باتجاه حمص مخلفين وراءهم آلياتهم وسلاحهم. بعد الانتهاء من تحرير قرية الضبع مساء وإعادة السيطرة الأمان والاستقرار إلى تم مهاجمة أو تحرير قرية المسعودية التي تبعد 2 كيلومتر عن قرية الضبع، وخلال ساعات تمكنت قواتنا المسلحة من إعادة السيطرة على هذه القرية وتحرير المخطوفين منها. ودك أوكار المسلحين والمخربين هنا، وسنلاحقهم باتجاه قرية الصالحية والبويضة وهو آخر معقل لهم. وقد حرر الجيش السوري عددا من المواطنين الذين كانت المجموعات المسلحة قد خطفتهم. خطفونا من بقلب القصير جماعات ما بنعرف كلها مربايه يدقون لنص صدره، ووضعونا بالقصير لمده 20-24 يوم. انا وام سلمان وكتار جماعه ختيريه ودنيا وكذا مشكلين، نفتح الدكان قطعوا رزقنا، نفتح نطلع على شغلنا يهددونا كل الصفات الما منيحه فيهم. والله نحن قاعدين اجوا المساء تفضل روحوا معنا بالسياره لوين؟ قال المسلحين يا اخي، بس ام نعرف وينين هن ما بنعرفين. حطي لابحاثهم حضنوا هالختيار لهان وتركوا صرنا نتعكز واخذوا رحله. والله واخذونا على القصير يا اخي شو عاملين؟ قال ما في شيء هلا بترجعوا. 24 نهار ايوه 24 نهار وهن شيء جوا وشيء جوابات وشيء يقفلوا علينا البوب ومو هيك اخي. وقبل المسعودية كانت القوات السورية قد استعادت السيطرة على قرية الضبعة المحاذية لشمال مدينة القصير. تم البارحة ليلا الهجوم المباغت على قرية الضبعة، ولم يكن المسلحين آخذين احتياطاتهم الكاملة من أجل هذا الهجوم، وتم الهجوم عليهم وتدمير كافة مقراتهم وتدمير المشفى الميداني وتدمير جميع آلياتهم، وبعد تدمير آلياتهم جميعها تم هربوا إلى قرية البويضة الشرقية. أما في مدينة القصير فتتواصل أعمال إزالة الألغام والعبوات والركام تمهيدا لعودة المواطنين إليها.